نقدم لك مجموعة من النصائح لاختيار المكياج المناسب لك مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة ناهد قاسم اختصاصية التجميل والأمراض الجلدية. دكتورة ناهد صباح الخير لك وأهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج اليوم مرة عن مرة، يعني دائما عم بتفيدينا بمعلوماتك حول موضوع يعني البشرة والجلد، لأنه موضوع حساس يمكن كتير، وخصوصا هلأ مثلا عم نحكي عن موضوع المكياج اللي هو يعني يمكن أكثر ربما من 90% من النساء يعني بيضعوا مساحيق التجميل سواء يوميا أو في المناسبات وقت العمل. والسؤال الأول يعني دكتورة ناهد، أنه هل كل من يضع مساحيق التجميل هو معرض لمشاكل البشرة؟ صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينا الكرام. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم يهم جميع السيدات والفتيات بشكل كبير جدا، خصوصا السيدات العاملات. يعني كلنا بنحب نحط المكياج أو مستحضرات التجميل، كلنا ما نقدرش نستغنى عنه. احنا ممكن نستعمله كابراز للجمال زي ما حضرتك ذكرتي، او في لاخفاء العيوب. في بعض السيدات عندهم حفر او ندبات في البشره، عندهم مسامات، في بعض السيدات عندهم تصبغات الكلف، عدم توحد في لون البشره، في البعض الاخر في بعض الامراض الجلديه مثلا زي مرض البهاء، نقص في الصبغه، بيبقى في لون ابيض مثلا حوالين فتحات العيون حوالين الفم. احنا بنستعمل المكياج او مستحضرات التجميل لتوحيد لون البشره بصفه عامه. ازاي نستعمل كريم؟ اهم شيء في مستحضرات التجميل كريم الاساس. ازاي نستعمل كريم الاساس المناسب لبشرتنا؟ ازاي احطه بطريقه صحيه احمي بيها بشرتي، ما اخدش منها الاضرار بتاعته؟ لازم استعمل كريم الاساس اولا يكون مقارب للون بشرتي او افتح درجه واحده. ما استعملش كلمات الاساس الفاتحه او بعيده تمام البعد عن لون بشرتي الحقيقي. لانه بيبقى في فرق في اللون، بيظهر لون البشره من تحت اللون رمادي. فلازم استعمل كريم الاساس المناسب. طبعا دلوقتي حاليا كل الماركات فيها كريمات الاساس مناسبه لجميع البشرات. صار في كثير يعني تدرجات الوان، هلا صار تقريبا واحد يقدر يلاقي الالوانات كل بجميع الوانها موجوده، للبشره الجافه، في البشره الحساسه، في البشره العاديه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه. بس انا اللي احب اركز فيه بس لجميع المشاهدين، لما نختار كريم اساس ما نختارهوش كثيف جدا، او ان احنا نختاره خفيف جدا يعني ما يخفيش عيوب البشره، نختاره متوسط. يعني الكثافه بتاعته تكون متوسطه، لا اختار ان هو يكون جاف ما فيهوش دهون ولا يكون دهني جدا، متوسط خير الامور الوسط، وده لكافه او لجميع انواع البشره. لازم اختاره يكون مناسب في الكثافه، ما يكونش كثيف، لان الفاونديشن او كريم الاساس الكثيف بيبين عيوب البشره اكتر. لو في حفر او ندبات في البشره بتبان اكتر، لو في مسامات بتبان اكتر، لو في تصبغات في البشره بيطلع لونها رمادي تحت البشره، لو في حبوب بتبان اكتر. والخفيف قوي ما بيغطيش عيوب البشره، فلازم يكون الكثافه بتاعته او سمكه متعادل متوسط الكثافه. طيب يعني كيف مثلا نحن فينا نعرف انه هي الماده مثلا سببت بنوع من الأذى يمكن أنه هو مثلا يتفاقم؟ يعني شو هي الأعراض الأولية يلي ممكن تظهر على بشرتنا بتنبئنا أنه نحن عم نستخدم مستحضرات التجميل بطريقة خاطئة؟ هو مش كل الناس بتتحسس لمستحضرات التجميل، وحاليا في تطور في الصناعة، كل المستحضرات التجميل في كل الماركات هايبو أليرجيك، فيها مواد ضد الحساسية. بس في بعض الناس خصوصا الناس اللي عندها الإكزيما التأتبية أو الإكزيما الوراثية بيبقى في جفاف في البشرة، مش كل الناس طبعا بتتحسس. فالمفروض اللي بيحط فاونديشن أو كريم أساس أو مثلا مسكرة أو كحل أو أي شيء حس فيه حكة، في التهاب، في احمرار في البشره، لابد ان هو يوقفه مباشره ويتجه للطبيب عشان ياخد العلاج المناسب. لان لو سيبنا الالتهابات في البشره ممكن تنتهي بتصبغات وتدخلنا في مشاكل اخرى عديده. طيب دكتوره ناهد، مساحيق التجميل الطبيه شو تعليقك عليها؟ هل هي يعني سليمه للاستخدام؟ والله مساحيق التجميل الطبيه مش هقدر اقول لكل الناس استعملوا بس مساحيق التجميل الطبيه، كل واحدة تختار الماركة أو البراند اللي يريحها علي. بس في ناس معينة زي ما بقول لحضرتك اللي هم عندهم إكزيما، البشرات حساسة زيادة عن اللزوم حساسة. لأنه مساحيق التجميل الطبية بيبقى فيها المواد الكيميائية أو المواد الحافظة أقل بكتير، أو قد تكون منعدمة عن الماركات الأخرى. طيب دكتورة، نصيحتك لمشاهدينا يلي مثلا بيضطروا مثل ما حكينا أنه خلال العمل أنه يستخدموا مساحيق التجميل او المستحضرات المكياج بشكل
يومي يعني كثيف، مثلا ممكن العاملين في التلفزيون مثلا مثلنا، او حتى مثلا يمكن العارضات، انهم يعني بيضطروا يستخدموهم بشكل يومي. فشو هي اهم خمس نصائح عند تطبيق المكياج بشكل يومي بشكل ما نأذي البشره؟ طبعا السيدات العاملات يعني بيضطروا يستعملوا مثلا الميك اب من في متوسط من 6 ل 10 ساعات بالضبط. يوميا، فانا المفروض ان انا احمي بشرتي من الفاونديشن اللي انا حطاه او مستحضرات التجميل. لازم نعمل طبقه عازله اولا على الجلد، ما اخليش الفاونديشن يلمس جلدي مباشره. انا بحب اوصف لكل الناس بصفه عامه، اللي عنده تصبغات، اللي عنده دهون في بشرته، اللي بشرته عاديه، فيتامين سي. يحط كميه خفيفه من فيتامين سي على البشره الاول، وبعدين بيحط كمية خفيفة من كريم ترطيب يكون يعني ووتر، يعني يكون تحطيه على بشرتك تمتص البشرة بسرعة، نحطه على البشرة وبعدين نبدأ نطبق كريم الأساس على البشرة. فبكده نحن نكون عملنا عازل، ما خلناش كريم الأساس يبقى ملامس مباشرة لسطح البشرة. يمكن دكتورة مو بس هو بس بشكل طبقة عازلة، حتى يمكن تقريبا أثناء تطبيق مستحضرات التجميل هو بيساعد على تثبيت هذا الشيء أكثر. يعني وفيتامين سي برضو بيوقف التصبغات، بيمنع تجاعيد البشرة، بيحول البشرة الدهنية لبشرة متعادلة، بيساعد كتير. والكريم الترطيب كمية خفيفة من الكريم الخفيف، ما يكونش تقيل شمع او زي فازلين، لا يكون كميه خفيفه، بيساعد على فرد كريم الاساس احسن على البشره. طيب نحن هلا اخذنا نصائح، اذا تشكيل طبقه عازله من الكريم قبل وضع مستحضرات تجميل، وايضا الاختيار كريم الاساس الصحيح. فيما يتعلق بالامور الاخرى، مثلا يمكن اهم شيء هو موضوع النظافه، يعني لازم نحن صحيح. دائما انه يكون مثلا وشنا نظيف قبل ما نبلش. صحيح، لازم ننظف بشرتنا بالغسول، كل واحدة عندها الغسول المناسب ليها. لازم تغسل الوجه مباشرة قبل ما تحط الميك اب على البشرة، لأنه هو عليه دهون أو زيوت، وإحنا حطينا عليه دهون وزيوت وإحنا داخلين على فصل الصيف مع الرطوبة والحر البشرة بتزيت أكتر وبتبقى عرضة لتفاقم البكتيريا أكتر، عرضة لظهور الحبوب أكتر. وطبعا يستحسن مباشرة بعد ما نخلص فترة الدوام أو العمل نحن ننظف البشرة بالغسول، ونستعمل مزيل مكياج لطيف على البشرة، وأثناء فترة النوم بالليل ما نحطش أي شيء على البشرة، نسيب البشرة تتنفس. برضو في أيام الويك إند لو ما عندناش عمل، ما فيش اضطرار نحن نحط أي أدوات أو مستحضرات تجميل على البشرة، ما نحطهاش، أحسن نسيب بشرتنا تتنفس شوية. يمكن دكتورة لأنه في ناس كتير يعني بيناموا يمكن بمساحيق مضر التجميل جدا. النوم بمساحيق التجميل مضر جدا للبشرة، فالأفضل نحن ننظفها تماما قبل النوم مباشرة. نعم دكتورة ناهد قاسم، أنا بدي أتشكرك كثير على مشاركتك معنا وعلى النصائح المفيدة يلي أعطيتيها يمكن لكل سيدة أو ست هي بتستخدم مستحضرات التجميل. دكتورة ناهد شكرا لك. شكرا.